رجعتي في وصفة جديدة من وصفات ملح وسكر. مرحبا بكم معايا في المطبخ ديالي باش نوجدوا حليوة زوينة بزاف بالقوالب السيليكون، واللي هي صابلي او لا حليوه بالكاوكاو المطحون. غادي تكون زوينه والمنظر ديالها جميل بزاف. نتبعوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. اذا كنحتاجوا لهاد الصابلي، عندنا 250 غرام ديال الزبده طريه، عندنا كاس ديال الانبه ديال الكاوكاو محمر ومطحون، عندي كاس ديال السكر ثقيل حتى هو ديال العنبه، عندي رشه ديال الملح وثلاثه ديال صفار البيض، عندي الخميره وحده، وعندي وحده ديال السكر فانيليا، وعندي الدقيق حسب الخليط. نشرعوا على بركه الله. اول حاجه نقوم بها نفرقوا الصفر عن البياض. بسم الله. حاجتنا غير الصفر ديال البيض، غادي نخلطوه مع الزبدة. نضيفو السكر الثقيل صافي، وغادي ندمج ونخلط هاد البياض، غادي نخبعوه حتى نديرو به شي حاجه. عندنا السكر المنسم بالفاني، غادي نوجدو حدانا الخميره مفتوحه صافي، وغادي نخلط. بسم الله. خصنا الزبده تكون بحراره الغرفه، تكون طريه باش تساعدنا دغيا باش تخلط المقادير. غادي نخلط مزيان الزبده ونطلقوا باش نكملوا الوصفه. غادي نكمل نضيف هذاك الكاوكاو او الفول السوداني المطحون اللي قشرته حمرته وقشرته وطحنته، غادي نخدمهم مزيان. صافي، غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه مع القرصه ديال الملح. صافي، غادي نجمع. يتجمع لي الخليط ونضيف انا هنا، خصني نغربلها هذيك الخنيشه ديال الخماره ديال الحلوه او البيكنج باودر، ونتلاقاو باش غادي نشوفوا كيفاش غادي تخرج لنا العجينه دي. نكملوا مع بعض الوصفه. عندي هنايا العجينه، خديت المول ديال السيليكون على هذا الشكل، شوفوا هذا صافي، عملت الكويرات بداخل هاد المول. انا عندي غير مول واحد، غادي ندير جوج تشكيلات من عجينه واحده، نعملو كويرات من حجم المشمره حتى نكورهم مزيان، كنمرغوهم في بياض البيض هذاك اللي شطنا من الصفار بحال هكذا صافي، وتنمرغوهم في الكاوكاو اللي هرمشتو على هاد الشكل هكذا. عاود حتى هذا تيجي من نظر زوين. على هذا الشكل كنكوروهم وكنهرمشوهم بالكاوكاو، عفوا كنمرغوهم في الكاوكاو مهرمش. الان غادي نقبض الحبه ديالي هادي، شوف كتشوفوا، غادي نوضعها هنايا، وغادي نعمل واحد الحفره بالصبع ديالي هكذا، شفتو كتجي على شكل بحال الشكل ديال المشوك. كناخدو واحد الشيطه تكون نظيفه جديده،
نغطسوها في بيض البيض وتندهنو هاد الحفرة هادي باش ما كترجعش في الطياب، ما توليش كتغلق. صافي تنحطوهم في البلاطو اللي كيدخل للفرن. غادي نعاود معاكم، عندي هكذا نعمل واحد الحفرة بصبعي، هاد الحفرة من بعد غادي نعمروها، ما غاديش تبقى هكذاك. صافي كندهنو الوسط ديالها ببيض البيض هكذا. صافي وتنحطو الشكيل في البلاطو على هذا الشكل، تنقدوها تندهنو لداخل هكذا. صافي كيجينا المنظر ديالهم على هذا الشكل كما كتشوفوا. غادي ندير جوج ديال الاصناف. صافي ملي غادي نكمل غادي نوريكم الشكل ديالهم كيف غايجي. الحليوه ديالنا ديال اليوم ديال الكاوكاو كيف كتشوفوا راني خرجتها من الفران، كيجي الطياب ديالها على هذا الشكل انتما كتشوفوا طايبه. مره كنا كنضغطوا على هذه الجهه باش ما كتتجمعش. بالنسبه ديال القوالب هي هذه، هذا هو الشكل ديالها. انا الان غادي نزين هذه الجوانب، ندهنهم بالمربى داك اللي كيكون خفيف جاري ديال المشمش، وغادي ندوزهم في الكاوكاو، وهاد اللي لداخل غادي نزينها بالشوكولا سوداء. اذا غادي تشوفوا معايا الطريقه. اصلا عندي غير كميه قليله، كناخذوا هاد الحلوه هادي. صافي كندهنوا الجوانب دائما بالشيطه بالمربى هكذا، ندهنوا من الفوق والجوانب بالمربى هكذا. صافي كناخذوا الحليوه ديالنا كنمرغوها هكذا غير الوجه ديالها والجوانب ديالها على هذا الشكل هكذا حتى كنكملوا. صافي كنحطوها في الطبق على هذا الشكل. صافي انا غادي نكمل نديرو قبل ما نكمل غادي نوريكم كيف غادي نزين الوسط ديالها بالشوكولا هكذا. كناخذو غير بالمعلقه هكذا الشوكولا سوداء هكذا غير بشويه باش ما يتوسخو ليناش الجوانب على هذا الشكل. صافي انا غادي نستمر نكمل ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نزينو هادي. نوريكم شكلهم كيف جا، جا الشكل ديالهم راقي بزاف وزوين، وكيف تنقولوا كيحمر الوجه. غادي نخليهم على جنب وندوزو للتعميره ديال هاد الحلوه هادي. هادي كانت عاوتاني كتجي رائعه بزاف بزاف، صدقوني ان العجينه ديالها روعه. الا جربتوها عمركم ما غادي تنساو انكم ديروها. كناخذوا سمحوا لي ما قلت لكمش شنو هو المربى. عندي المربى ديال الفريز ديال التوت، هذا هو اللي غادي نصوب به. غادي نعمروا دوك الحفر بهذا المربى، كيجي زوين بزاف في المنظر. كنديروا واحد شويه بحال هكا ما نعمروش. صافي كنبقاو نعمروا هاد الحفر هادو هكا بالمربى ديال التوت. نتوما عمرو بالشكل اللي كيبغي تبغيو نتوما، انا كيعجبني هذا ديال التوت كيجي رائع حتى هو في المنظر. صافي ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالهم النهائي.
الحليوه ديالنا النهار اليوم بالكاوكاو ها هي دي، وبقالب السيليكون. الى عجبتكم الوصفه طبعا ما تنساوش تعملوا لي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. ان شاء الله تعجبكم من حيث المكونات وايضا من ناحيه تقديم البريزونطاسيون. هاد الحليوه راقيه بزاف وتليق لجميع المناسبات. ان شاء الله نتمنى لكم شهيه طيبه والى فرصه اخرى بحول الله.